النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن النسائي: أتاه رجل يستأذنه في الغزو فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أأمك حية؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وهذا هو الحديث الصحيح. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فهو حديث ضعيف. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. ولذلك في رواية ابن ماجه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستأذنه في الغزو، قال: أريد وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. فقال: فأتيته من الجانب الآخر فقلت له: أريد وجه الله والدار الآخرة. فقال: أحية أمك؟ قال: فأتيته أمامه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فالزم رجلها فثم الجنة. فثم الجنة يعني هناك الجنة تحت رجليها. معنى هذا الحديث كما قال الشراح: إما من باب التواضع أو وهو الأظهر عندي من أن نصيبك من الجنة إنما يكون عن طريقها، وإنما قال فالجنة تحت رجليها من باب ماذا؟ من باب أن من يضع الشيء تحت رجليه فهو متمكن منه، ولا يمكن أن تتمكن من نصيبك في الجنة إلا عن طريق هذه الوالدة. وليس معنى ذلك أن الجنة حقيقة تحت أقدام الأم، وإنما قال كما في رواية ابن ماجه: فالزم رجلها فثم الجنة، يعني فهناك الجنة.